لسه معاكم في يوم سعيد، ودايما طبعا بنحب ان يكون لينا هنا استضافه لنماذج شبابيه ناجحه، لان بالتاكيد هم قدوه لكل اللي بيشوفونا من الشباب في المجالات المختلفه. النهارده هيكون يعني الكلام اكتر بالنسبه لشباب الجامعات. معانا اعضاء من فريق ري هايدرو اللي فازوا بالمركز الاول في مسابقه شباب القاده. هي بالمناسبه هي اكبر مسابقه على مستوى جامعات مصر، بتجمع كل الانشطه الطلابيه في مختلف الجامعات، وأكبر مسابقة لشباب الجامعات والأنشطة الطلابية والمبدعين والمخترعين ورواد الأعمال الشباب. بيشرفنا النهاردة دكتور محمد جمال حسن، المشرف الأكاديمي على فريق ريهايدرو والمدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة أو هندسة المطرية بجامعة حلوان، وكمان أحمد مختار مدير العلاقات العامة في فريق ريهايدرو وطالب بالفرقة الثالثة قسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان، ومؤمن مصطفى المسؤول عن تنفيذ المشاريع في الفريق، وطالب بالفرقة الرابعة قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان. اهلا بكم مشرفين. اهلا. خلينا نبدا بفكره المسابقه سريعا كده، بما انها اكبر مسابقه للنشاطات الطلابيه، ومعروف ان حجم النشاطات الطلابيه في كل الجامعات المصريه مختلفه ومتنوعه، بدءا بالاسر اللي بترحب بالطلاب لدخول السنه الجديده والدراسه الجديده، انتهاء بقى بكل الافكار اللي ممكن تقدم من طلاب الجامعه في التخصصات المختلفه. فلو حضرتك تعرفنا عليها دكتور. اولا انا متشكر جدا لاستضافه حضراتكم واستضافه قناه المحور. ثانيا هي المسابقه دي اكبر مسابقه طلابيه على مستوى مصر، بيشارك فيها 420 الف طالب، تقريبا هم 611 نشاط طلابي، يعني زي ايه تيم طلابي في كل مثلا كليه، فعلى مستوى مصر تقريبا 611 تيم، ففي ست مجالات. احنا الحمد لله خدنا في مجال البيئه والابتكار المركز الاولاني. ده ليه علاقه بالاجهزه الهندسيه اللي هي بيبقى ليها ابتكار او نقطه معينه ممكن نوصل منها لاهداف التنميه المستدامه. يعني افهم من حضرتك كده ان هي فيها اكتر من فئه او اكتر من مجال بيطرح فيها الشباب افكارهم، وبيتصنف بقى في كل فئه الاول فيها والتاني والتالت. هم بياخدوا بس اول اتنين، أول يعني اتنين. الاول والتاني. هنا بقى بنتكلم على حاجة في الطاقة وأيضا صديقة للبيئة. ريهايدرو نموذج للمشاريع اللي بتقدم طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، الهيدروجين الأخضر. اشرح لنا بقى كده تفاصيل هذا المشروع. هو احنا فكرة التيم أصلا بدأت أول حاجة اللي احنا خلصنا سنة أولى في الكلية، رجعنا أول حاجة لدكتور محمد جمال اللي هو نستشيره، اللي احنا كنا عايزين نكمل في مجال الطاقة المتجددة. ده مجال خاص بقسم القوى الميكانيكية، وبدأنا أول حاجة طبعا كان الترند متصدر في الوقت الحالي هو الهيدروجين الأخضر، فبدأنا اللي احنا يعني أول حاجة ندور على مصدر إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقينا أفضل يعني الطرق لإنتاج الهيدروجين الأخضر هو الفصل الكهربائي للماء لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر، فكانتش هينفع طبعا نعتمد على مصادر المياه اللي هي مياه الشرب أصلا الطبيعية، فبدأنا أول حاجة اللي احنا كنا محتاجين نظام تحلية لمياه البحر أو لمياه الصرف الصحي، نظام تحلية إن احنا نحلل المياه نخليها جاهزة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، فدي كان أول مشروع اشتغلنا عليه، هي وحدة تحلية مياه البحر، وعملنا فعلا وحدة جاملة في هندسة المطرية، دي طبعا بإشراف دكتور بالمجد هاشم مع دكتور محمد جمال. وقلنا ان احنا نحلل مياه البحر، وقلنا نسبه الاملاح ان هي تكون صالحه لوحده، صالحه لمياه الشرب وصالحه لوحده انتاج الهيدروجين الاخضر، وده خلصنا من هنا. وبعد كده اتجهنا لمجال الهيدروجين الاخضر، بدانا اول حاجه في عمل خلايا لانتاج الهيدروجين الاخضر، دي كانت خلايا مبتكره قدرنا احنا ننفذها في التيم عندنا، وحاليا ماشيين ان احنا عملنا البروتوتايب بتاعها والنموذج الاولي بتاعها وجربتوه وجربنا واكدنا من نسبه نقاء الهيدروجين دي في معهد بحوث البترول، اكدنا من نسبه نقاء وصلت 97%، وقدرنا نوفر من خلالها بيور هيدروجين سلندر قبل ان احنا نستخدمها في مجال الصناعه بشكل عام. طب ده خد وقت منكم قد ايه علشان تقدر توصل للمرحله بالظبط؟ وحده انتاج الهيدروجين دي بالظبط 6 شهور بس. احنا شغالين على المشروع من اكتر من 3 سنين. يعني وحده التحليه بالظبط خدت سنه، لان احنا عملنا نظام متكامل مدمج بين التبخير والتكثيف والتنضح العكسي. يعني المشروع مشي على مراحل، كل مرحله بتخلصوها بتنتقلوا للمرحله اللي بعدها. بدايه الاول تحليه الميه، دي كانت العنصر الاساسي لانتاج الهيدروجين، خلصناها من هنا، عملنا جهاز خلايا انتاج الهيدروجين، دي فكره مبتكره احنا حاليا ماشيين في تسجيلها في براءه المخترعين المصريه. كويس جدا. دلوقتي يعني انتوا دلوقتي خدتوا كمان موافقات من معهد بحوث البترول بنسبه نقاء الهيدروجين اللي انتوا قدرتوا تستخلصوه من الجهاز اللي انتوا ابتكرتوه، ودي مرحله مهمه برضو يا دكتور. يعني فكره ان الطلاب
تقدر توصل لنموذج أولي ويتجرب كمان في معهد متخصص ويبقى فيه تكاملية ما بين أداء الطلاب داخل الجامعة وما بين المؤسسات اللي تقدر تديهم زي شهادة معتمدة تقول لهم أن أنتوا فعلا المشروع اللي أنتوا قدمتوه ده قابل للتطبيق، ودي مرحلة مهمة للغاية. لو هنتكلم عن تكاملية الأدوار بقى وقد إيه ممكن تفيد الطلبة في إنتاج نماذج أخرى مفيدة للمجتمع اللي هم عايشين فيه. هي كانت فكرة التيم من الأول إن كان نعمل ربط ما بين الجزء العملي وما بين الجزء النظري. طبعا هم بياخدوا في الكليه الجزء النظري، فما كانش فيه الربط الجامد ما بين الجزء النظري والعملي. فهم بداوا في الاول ان هم يفكروا في حاجه تكون فعلا ممكن تفيد مصر، وخصوصا رؤيه مصر 2030، وفي نفس الوقت حاجه هم يستفادوا بيها كطلبه كجزء عملي يقدروا يشتغلوا بايديهم. المشروع تقريبا بقى له 3 سنين، انما الجهاز نفسه هو خلص في 6 شهور. المشروع من 3 سنين احنا بدانا ان احنا نعمل حاجه بروتوتايب صغيره، الحاجه دي فضلت تتطور، احنا ما وصلناش للشكل النهائي ده يعني الا مثلا في اخر سنه ولا حاجه، انما السنتين الاولانيين احنا عاملين نحارب ان احنا نوصل لحاجه. فوصلنا الاول لجهاز بنطلع منه غاز معين، الغاز ده مفيد جدا وبيطلع احتراق وتمام، بس الغاز ده مش هو الهيدروجين بيور اللي المفروض ان ممكن مصر تتفوق فيه. اللي هو الزيرو تلوث ما وصلتش ليه حتى الان يعني وقتها. لا هو الزيرو تلوث كنا واصلين ليه، بس هي الفكره ان الجهاز اللي احنا كنا بنستخدمه اللي هو جهاز التحليل الكهربي اللي كنا خدناه زمان، جهاز التحليل بيطلع مش هيدروجين بيور. طبعا حضرتك عارف ان الميه H2O هيدروجين واكسجين، فاحنا بنحاول نعمل تكسير لل H2O فخليه هيدروجين لوحده واكسجين لوحده. الاجهزه المعتاده واللي كانت منتشره ما بتطلعش هيدروجين بيور، بتطلع HHO، ده غاز تاني غير غاز الهيدروجين. الغاز ده كويس وكل حاجه، انما هو مش ده المفيد لرؤيتنا ان احنا نطلع هيدروجين بيور. الهيدروجين بيور ده اللي نقدر نستخدمه بقى في شويه حاجات تانيه، نستخدمه مثلا كبديل للوقود، نستخدمه في انتاج كهرباء. فهي الفكرة العامة أو الأساسية إن إحنا نحاول نطلع الهيدروجين بيور ده. الحمد لله بعد ما عملنا كذا جهاز قدرنا نطور في الفكرة، وطبعا ده بمساعدة الطلبة وبتفكير الطلبة، يعني أنا مجرد داعم، إنما هم كان الأساس وأصحاب الفكرة في إن هم يوصلوا لشكل جهاز معين بتصميم معين نقدر نطلع البيور هيدروجين. طيب باشمهندس الدعم، يعني كنا لسه بنتكلم دكتور بيقول مجرد داعم، بالتأكيد في جانب من التكامل، ازاي كان شكل الدعم هنا؟ انا بتكلم على الجانب الفني في التكامل بينكم عشان يطلع المشروع. بالنسبة للدعم الفني والتكامل ما بيننا، احنا كلنا طبعا طلبة في كلية هندسة المطرية، فبدأنا ان احنا في الاساس كانت فكرة مشروع في مادة بحيث ان احنا نعملها وناخد بها درجات المادة وخلاص، لكن قررنا ان احنا نكمل في المشروع ونكمل في الفكرة، وعملنا فريق رهايدرو وسجلناه في الكلية، وبدأ يبقى عندنا كيان ويبقى عندنا إدارة ويبقى عندنا إشراف طبعا أكاديمي من دكتور محمد جمال ودكتور أبو المجد هاشم. بدأنا نتوصل مع دكاترة الكلية المتخصصين في المجال، نسألهم نستفيد منهم ونحاول نعرف من خبراتهم. قرينا أوراق بحث علم كتير في المجال دوت، البروتوتايبس لسه ما تنفذتش وحاولنا احنا نجيبها وننفذها وبصناعه مصريه. انتوا عددكم قد ايه في الفريق وايه المهام اللي متقسمه عليكم؟ يعني كل واحد دوره ايه؟ حضرتك مدير العلاقات العامه ودي حاجه مالهاش دعوه بهندسه يعني. شكرا لحضرتك. طبعا انا طالب في الهندسه المدنيه، فكان صعب عليا ان انا اشتغل في المشروع لان طبعا المشروع متخصص بهندسه القوى الميكانيكيه، لكن انا كنت عاوز ابقى جزء من الفريق. فالجزء طبعا الفريق فيه جزء تقني وفيه جزء غير تقني. الجزء الغير تقني طبعا احنا لازم يبقى عندنا صفحه على السوشيال ميديا ويبقى عندنا براند ويبقى عندنا اسم ويبقى عندنا توعيه وسمعه، ده كله محتاجين نعمل فريق علاقات عامه، فريق جرافيك ديزاين، فريق ماركتنج. فانا دخلت في الفريق من الحته دي، ان انا اشتغلت الاول في العلاقات العامه كعضو في العلاقات العامه، بعد كده مسكت مدير العلاقات العامه والعلاقات الدوليه في الفريق، وبدات ابدا اتواصل واعمل حملات توعيه واعمل حملات ماركتنج ان احنا نبدا نوصل الفكره. الاول بدانا في اطار الكليه ان احنا نعمل توعيه في الكليه، ايه هو الهيدروجين الاخضر وليه الهيدروجين الاخضر مهم وليه هو مهم لرؤيه مصر، لان طبعا البترول والغاز الطبيعي الحاجات دي كلها هتخلص وهي مصادر مش مستدامه. بنتكلم هنا عن الاستدامه فظع للبيئه وصداقه البيئه. ابار البترول في فتره ما هتخلص زي حقل زهره ما خلص وزي كل حقول البترول لما هنفتحها ونستفيد منها 10 20 30 سنه وهتخلص، احنا عاوزين مصدر مستدام. فعملنا حملات توعيه وبنبدا نحاول نشهر الفريق ونحاول نظهر الفريق في مجالات مختلفه، صحافه، اعلام، تلفزيون، وديك بتعملها زي ما احنا موجودين دلوقتي فعلا. فده التكامل، ان في طلبه من مختلف المجالات، ميكانيكا، سيارات، كهرباء، مدني زي وعماره، كل الناس دي بتشتغل على مشروع واحد. وطبعا طب على اي مدى النشاطات الطلابيه شريك معاكم في
انها تدعم المنهج اللي انتوا بتدرسوه. يعني انتوا بتاخدوا مناهج علميه بحته وهندسيه بحته، فكره بقى ان تنمي مهاراتك وانك تحول المنهج ده لمشروع قائم بيقدر يقدم خدمه ويحل مشكله حقيقيه موجوده في المجتمع، لاي مدى النشاطات الطلابيه دي انتوا شايفين ان هي مفيده ومكسب ليكوا كطلاب؟ هي دي بترجع اول حاجه حسب الدكتور يعني متخصص معانا في ايه بالظبط. يعني احنا جينا اول حاجه الدكتور محمد جمال عشان يفيدنا بالجانب العلمي على قد بشكل ازاي نربط الجانب العلمي بالجانب العملي ونقدر ان احنا نستفاد فيه اللي احنا نقدر ننفذ بروتوتايب بفكره ابتكار جديده عن الاجهزه اللي موجوده في السوق مقارنه بالاجهزه اللي بتنتج غاز الاتش اتش او زي ما دكتور محمد جمال قال دي ما تبقاش نسبه نقاء ليها عاليه. فاحنا انتجنا جهاز بنقدر ان احنا نستفاد من النشاط الطلابي ده بخبره الدكتور محمد جمال الدكتور والمجد هاشم اللي احنا ننتج جهاز بيور هيدروجين نقدر نستفاد منه ونعمل طفره جديده في مجال الصناعه. وغير اصلا ان الجهاز بتاعنا هو منتج محلي 100% وهنا احنا بنعمل على حته توطين الصناعه في مصر. وغير اصلا ان الجهاز ده يعني احنا حققنا منه زيرو كربون. كل الماتور وكل تفاصيل الجهاز مصريه 100%. فاحنا هنا كنا بنعمل على حته توطين الصناعه في مصر، وغير اصلا خلال المشروع كله احنا قدرنا ان احنا نحقق اكتر من هدف من اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. انتوا عايزين تعملوا ايه دلوقتي؟ يعني انتوا دلوقتي قدرتوا ان انتوا تاخدوا شهاده من معهد بحوث البترول ان بالزبط. الجهاز بتاعكم امن تماما نقي وصديق للبيئه، قدرتوا ان انتوا تعملوا نموذج اولي ياكد على ان المنتج ده بيشتغل اهوت وبيطلع هيدروجين اخضر وكمان صديق للبيئه، وبتسعوا انكم تاخدوا عليه براءه اختراع منتج بمكونات محلية مصرية. المفروض هتعملوا ايه بعد كده؟ ايه المرحلة المستقبلية اللي بتخططوا لها؟ هو احنا حاليا استخدام الهيدروجين للطلع ده في عملية انتاج الكهرباء عن طريق خلايا الوقود الهيدروجينية، دي بتعمل على استخراج الطاقة الموجودة في ذرات الهيدروجين، يدينا ان احنا ننتج منها كهرباء كفاءة تصل ل 60%. طب انا بستهدف مين دلوقتي من خلال المشروع؟ بستهدف اول حاجة وزارة الكهرباء طبعا ان انا بوفر مصدر كهرباء جديد، تاني حاجة بستهدف وزارة الصناعة ان انا بوفر كود جديد جدا اقدر اعمل بيه طفرة في مجال الصناعة. غير كده واهم وزارة طبعا احنا بنستهدفها طبعا هي وزارة البيئة، ان احنا بنقدر المشروع كامل او خالي من الانبعاثات الكربونية تماما. ودي طبعا اهم مشكلتين هي نقص مصادر الطاقة. تواصلتوا مع الوزارات دي بحيث ان هم يكونوا داعمين ليكوا؟ لان يعني الهدف اللي عندكم هو هدف اصيل بالنسبه للوزاره دي. بالظبط حاليا اللي احنا وصلنا لهم بالظبط يعني هي وزاره الكهرباء دي حاليا اللي احنا بنحاول نوصل لهم اكتر ان احنا عن طريق الكهرباء اللي احنا قدرنا احنا نوفرها بشكل رسمي. وزاره البيئه تشجعكم جدا ده غير ان احنا طبعا في المسابقات اللي احنا بنشارك فيها بيكون في تواجد وزاري. يعني مثلا في مسابقه واي ال اف الاخيره كان في تواجد وزاري من وزاره الصحه والسكان ووزاره البحث التعليم العالي والبحث العلمي. احنا بنتحاول نتكلم مع الوزراء ونعرض المشروع عليهم ونعمل توعيه، جزء برضو من التوعيه الاول بتيجي مرحله التوعيه وان هم يفهموا ان ده فعلا مشروع مهم واحنا لازم نبدا نستبدل مصادر الطاقه، وبعد كده بتبدا الشراكات. طيب احنا يعني وقتنا انتهى معاكم، بنشكركم جدا على وجودكم معانا وبنشكر كل اللي دعمكم في المشروع بدءا من دكتور محمد جمال وانتهاء باهاليكم لانهم برضو اكيد سندوا ودفعوا فلوس وعملوا حاجات كتير معاكم علشان المشروع يظهر للنور. كنا معاكم النهارده احمد مختار ومؤمن ضيوفنا في حلقتنا النهارده، واللي اتكلمنا عن مشروع ريهايدرو لانتاج الهيدروجين الاخضر. انتهت حلقتنا النهاردة، بكرة الساعة 8 حلقة جديدة ويوم جديد سعيد معانا على قناة المحور. إلى اللقاء. شكرا لك يا علا. شكرا لك ويومكم السعيد مستمر على شاشة المحور بكل فقراتنا وبرامجنا. مع السلامة.